السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب الذكاء الاصطناعي اللي هو اسمه مستريل دوت اي اي. نسأله بقى اي سؤال، وليكن مثلا ما افضل طرق عمل البيتزا، ونشوف ايه الطرق اللي هيقولها لنا. جاب لك المكونات والتحضير والمكونات الإضافية والحاجات دي كلها. من هو أهم ملوك مصر القديمة؟ مينا نربر. طيب ممكن ما نسأل، ممكن تسأله أي فزورة، أي لغز عندك. نسأله مثلا ما هي النيو ليبرالية؟ احنا بنجرب هل هو يعرف اللغة العربية ولا عنده مشكلة فيها. فبيجاوب كويس. طيب تعالى بقى نسأله سؤال جديد. هو جميل انت ممكن تشير الحاجة، تشير الصفحة اللي فيها المناقشة كلها. هقول له مثلا ايه، اكتب لي خطة سفر ل10 ايام بين دول اوروبا مع حساب التكلفة تقريبية طبعا يعني. اليوم الأول باريس، ما بحبهاش، مش مشكلة نروح عشان خاطره. أول يومين باريس، 3 و4 بلجيكا، وكاتب لك التكلفة قد إيه. الفندق والوجبات وتذاكر الدخول والنقل وكل حاجة. طيب خلينا نسأله بين محافظات، بين آثار مصر. يلا أول يومين في القاهرة، تروح الأهرامات وأبو الهول والمتحف وخان الخليلي والقلعة والمسجد الأزهر وشارع المعز، وبعد كده تروح الأقصر وكرنك والأقصر وادي الملوك وحتشبسوت وأسوان. اسكندرية. كارثاني. ماشي، المفروض يعني كان يخلي 4 ايام في القاهرة وبعد كده نسافر يعني. هو تقريبا سمع ان بقول شارع المعز فجابه، فانا شايف ان هو بديل كويس يعني. لو انت عايز بديل مجاني والاجابة بتاعته كويسة لغاية دلوقتي.